إذن فقد انطلق معرض أهلا رمضان الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية وبأسعار مخفضة. المزيد من التفاصيل حول هذا المعرض مع مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. نعم، نحييكم زملائي. بالفعل هناك إقبال كبير جدا من قبل المواطنين في اليوم الأول للحدث والفعاليات الرئيسية لمعرض أهلا رمضان، والذي انطلق صباح اليوم هنا في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، ويستمر من اليوم 24 من مارس وحتى 31 من مارس. هناك إقبال كبير جدا من المواطنين، كما ترصد عدسات الكاميرا من خلفي على مختلف شراء السلع الرمضانية التي يحتاجها المواطن والأسرة المصرية، وأيضا للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تقدمها معارض أهل رمضان بشكل عام. أشير أيضا إلى أن هناك منافذ أخرى وفرتها الدولة لمعارض أهل رمضان انطلقت في منتصف شهر مارس الحالي، وهذه المنافذ مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، ولكن المعرض الرئيسي هنا في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر يستمر من اليوم 24 من مارس وحتى 31 من مارس. تجولت في عدد من أجنحة هذا المعرض، وهناك بالإضافة إلى إقبال كبير من المواطنين في مختلف السلع التي يحتاجها المواطن من الدواجن واللحوم والسلع الأساسية، حيث وفرت الدولة هذه السلع بتخفيضات كبيرة جدا هنا في معارض أهلا رمضان. وأشير أيضا إلى أن الدولة حريصة على توافر مخزون كبير من الاحتياطي من السلع الرئيسية ومن القمح، حيث كان هناك أيضا مؤتمر صحفي صباح اليوم تم التأكيد فيه على توفير مخزون واحتياطي كبير لمختلف السلع الأساسية والقمح لمدة تصل إلى 6 أشهر، وكل ذلك بالطبع قبيل حلول شهر رمضان بأيام. كل عام وأنتم بخير، حتى يتمكن المواطن من شراء ما يحتاجه من سلع أساسية وغيرها قبيل شهر رمضان، وأيضا بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30 و50% في مختلف السلع الأساسية والدواجن واللحوم. ونتابع معكم فعاليات هذا المعرض، معرض أهل رمضان هنا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 31 من مارس، بخلاف باقي منافذ أهل رمضان في مختلف فروع الجمهورية ومحافظة القاهرة والجيزة، والتي تستمر. وأعلنت الدولة أيضا أن هذه المعارض وهذه المنافذ مستمرة بنفس التخفيضات الكبيرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وكل عام وأنتم بخير، إليكم زملائي في الاستوديو.